إذن السلام عليكم في درجة مركز أكو.كوم. في درس اليوم هنشوف المقارنة ديال عددين، يعني نتعلم نقارنوا ما بين جوج ديال الأعداد. هنبداو الدرس ديالنا بأمثلة من الحياة اليومية. فاش يكون عندي جوج ديال الأولاد كريم ويوسف على سبيل المثال، وتنقول لكم أن كريم أطول من يوسف. في هذا المثال بواحد الطريقة غير مباشرة كنقارن ما بين واحد العددين. شنو هما العددين؟ هاد العددين هما طول ديال كريم والطول ديال يوسف، يعني القامة. فاش كنقول ان كريم اطول من يوسف، يعني ان قامة كريم اكبر من قامة يوسف، كيفما تنكتب لكم هنايا. مثال ثاني ديالنا في لقاء ديال كرة القدم، على سبيل المثال لعب البرازيل ضد المغرب، والبرازيل ما عقلاتش على المغرب، عطاتنا 3-0 بحال 98. شكون هو الفائز ديال اللقاء؟ الفائز ديال اللقاء طبيعة الحال هو البرازيل. وكيفاش عرفنا ان البرازيل فاز على المغرب؟ يعني قارنا ما بين عددين اللي هما عدد اهداف اللي سجلتها البرازيل مع عدد اهداف اللي سجلتها المغرب، ولاحظنا ان 3 كبر من 0. بما ان 3 كبر من 0 فان البرازيل هو الفائز ديال اللقاء. دونك مقارنه ديال العددين ديما كنديروها في الحياه اليوميه في امثله اللي فيها اللغه العربيه، ولكن في الرياضيات كنستعملوا الرموز. اذا الرموز هما واحد رموز رياضيه اللي كتمكنني نقرا بطريقه اخرى عباره رياضيه ونقراها بطريقه اسهل. اذا على سبيل المثال نقارنوا ما بين هاد العددين في كل سطر. مثال الاول كنقارن ما بين 2 وبين 3. شكون اللي صغر؟ هو 2. اذا الرمز اللي كنرمزوا به 2 صغر من 3 هو هذا الرمز، هذا ديال اصغر قطعا من العدد الاصغر تيكون على اليسار، العدد الاكبر تيكون على اليمين. باش كنقارنوا بالرمز اصغر. اذا مثال اخر، فاش كنقارنوا 7 مع 5، 7 اكبر من 5 والرمز الاكبر من هو هذا الرمز اللي شفتوا قدام عينيكم. كنقولوا ان العدد الكبير هو اللي تيكون على اليسار والعدد الصغير هو اللي تيكون على اليمين. فاش كنقارن 3 مع 2 زائد 1 الرمز هو يساوي، و 7 مع 9 ما متساوينش، اذا كندير يخالف. اذا بطريقه الى بغينا نعبروا على هذا الشيء باللغه العربيه كنقولوا 2 اصغر من 3. في مثال ثاني كنقولوا ان 7 اكبر من 5. في مثال ثالث كنقولوا ان 3 يساوي 2 زائد 1. 3 يساوي 2 زائد 1. في مثال الاخير كنقولوا ان 7 يخالف 9. اذا بعض المرات الدراري اش كيوقع لهم كيتغلطوا لهم الرمز ديال اصغر من مع ديال اكبر من. اذا نعطيكم هنا واحد الطريقه واحد التقنيه باش تعقلوا عليه بواحد الطريقه اللي هي شويه سامباتيك كما يقال باللغه الفرنسيه. اذا اصغر من كنزيدوا شرطه كتولي هي 4، اكبر من كنزيدوا شرطه كتولي هي 7. اذا بين شنو هي اصغر؟ هو العدد اصغر يعني 4، والعدد الاكبر هو 7 تعطيني الرمز الاكبر من. اذا الا بغينا نقراو عباره فيها اصغر من واكبر من دائما كنقراو من اليسار حتى اليمين. فاش كنكتبوا هذا الرمز هذا كنقولوا 2 اصغر من 5، 2 اصغر من 5، يعني ان منح القراءه تيكون من اليسار حتى اليمين بحال في اللغه الفرنسيه، اليسار نحو اليمين. مثال اخر فيه الرمز اكبر، بغينا نقولوا على سبيل المثال العدد 3 اكبر من 1، كنقراو ثاني من اليسار نحو اليمين نقولوا 3 اكبر من 1، والرمز اكبر كنعقلوا عليه الا زدنا شرطه كيعطيني 7. اذا منح قراءه من اليسار نحو اليمين. باش نختموا هذا الدرس ديالنا نشوفوا شي امثله ديال المقارنه ديال العددين. نعطيكم على سبيل المثال الاعداد التاليه. اذا الامثله ديالي شنو هما؟ عندي الاعداد على سبيل المثال 5 نقارنو مع 2، نقارنو 3 مع 7، نقارنو 8 مع 11. اذا 5 كي دايره مع 2، 5 اكبر من 2 اذا كندير الرمز ديال اكبر من بحال 7، كنزيدو شريطه باش نعقلو ان الرمز هو اكبر من 5 اكبر من 2. 3 اصغر من 7 باش نعقلو على الرمز كنزيدو شريطه كنشوف كنلقاو 4.
إذن آخر مثال كنقراو 8 من 11، 8 أصغر من 11. كنذكركم كنقراو ديما من اليسار نحو اليمين، وكنزيدو 10 تضربها باش نعقلوا أن الرمز هو أصغر من. شكرا وإلى اللقاء.